إناس إناس يا ابن الذين أقول كده سمي يا ابن العروسه. يا حبيب يا حبيب صار لك سنة وانت توعديني اسبوع الجاي لا شهر الجاي لا بعد رمضان لا بعد الحج، ترى انا بتزوج على سنة الله ورسوله. طيب افرض قلت لهم وما وافقوا. يعني شلون يعني؟ يعني اذا ما وافقوا ما في زواج؟ اي طبعا. والله عادي اذا تحبيني راح تقنعيهم. صالح وين 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 بتروحين وين؟ بروح اعدل مكياجي. ماما ايش هذا؟ وش فيك انتي؟ اسفه اختي والله حسرتك. امي عندك مانع؟ الله يخرب بيت ذوقك، هذا شكل تتزوجه؟ ايش انت بتفضحنا؟ ايش في؟ بعدين لم العبايه وش ذا؟ ايش في شيء باين؟ شايف كرشك؟ اسف امشي دامك تفضحني. والله ظلمنا أمنا، ما هي موجودة هنا خير شر. إي والله كلنا من نوف. لحظة تعالي ندخل هنا يمكن نلاقي أمنا إن شاء الله. يا رب. أقول له زين زين بس نسقعنا حتى نستيك. لا والله والبرقع وين نروح فيه؟ عادي يا شيخ منصور. شوف مين هناك. مين؟ صالح بن حمد، أقصد الملياردير صالح بن حمد. طيب خلي روح اتصور معه بضمني الفولورز بالراحه. مساء الخير استاذ صالح. مساء النور يا بنتي. انا مره مبسوطه بنجاحك وكفاحاتك. الله يحفظك. عاد اتصور معك سيلفي. اتشرف تفضل. شكرا لك. اهلا. شويكم ليش ما تردون؟ وش ذا؟ لحمة. والله انك مفجوع. ما لقيناها، لقيتيها انتي؟ لا ما لقيت، الله اعلم وينها. امشوا امشوا. اقول لكم خلونا نروح المطعم ناخذ لنا والله زي الايس كريم. همك على بطنك انت دايم. وردة حمراء يا ايناس؟ مساء الخير. مساء النور. الدهشوري حرب الدهشوري امجد مدير اعمال الشيخ صالح بن حمد. خير في ايه؟ لا هو الشيخ صالح كويس الحمد لله. استاذنك الاول معلش، انت كنت بتغير له زيت ولا ايه بالحاجه دي؟ لا لا يا فندم، غير له زيت يزيد زي الفل. لو هيتغير هيتغير على سنتر 50,000 بس هو كويس ما تقلقش. هو عنده شويه كدمات على ارتجاج على انسداد في الامعاء بس هو كويس ما تقلقش. اه والله بس كده؟ اه بس كده، احنا عملنا له يعني تقريبا حسبه نص عمر. نص عمر؟ طب استاذنك تجيب الحاجه ساعه؟ نعم انا دكتور يا فندم. والله انت الدكتور بتعالجه؟ اه هات لي حاجه ساعه بسرعه. حرق حرق. دكتور ايه؟ والله شكله مدير تصوير. طمني يا حبيبي، الف مليون سلامه. يا رب بدل اقول دي ايه في ايه. الحمد لله الان احسن. احسن؟ طب ايه؟ طب ثواني ايه ايه؟ احس ان عندي ارتجاج في المخ وكاني مشلول. مشلول؟ لا ده كيو تاني خالص. مشلول. طب خلاص خلاص ايه؟ الدكتور يقول يومين واخف.
لا اسمح لي وبين وخف داك يوم محير قوي اصلي مشلول بنصوت احسن بنزغرط هنعمل ايه في دي اقول لكم متشكرين اول حضراتكم تفضلوا تقدروا تتصرفوا تفضلوا تفضلوا ايه ده تفضلوا اتكلم ايه اللي حصل ما تخافش ما فيش حد غير انا وانت في الاوضه بص انا شاكك ان اللي عمل فيك كده واحده ست صح ست قول 60 ست 70 ست طب انت ايه يا اخي ما قاومتش ما زعقتش ما شوحتش ما حطتني فرصه يا دهشوري ما حطتني فرصه شقلتني وحطتني في الارض وخلتني عض الارض طب كنت تعضها هي انت اتشطرت على الارض وتعضها لا لا انا عايز الجماعه بتوع حقوق الانسان يشوفوا الراجل اللي عض الارض ده اخر ضحك لك وافصلك يا طحش تتشطر عليا انا على العموم انا بلغت المحامي يقدم بلاغ ضدهم في الاسم لا 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 بوليس لا انت تعرف هذه بنت مين لو كانت بنت مين ثلاثه بالله البلد دي فيها قانون بقول لك يا شيخ خرج نفسك من الموضوع ده لا هذه بنت ايناس ايناس يا ابن الذين اقول كده لا وانا من غشمت كنت عايز اوديك الاسم ده انت المفروض تروح للكوافير لا مؤاخذه سامحني متشد حيلك يا منصور ده لسه في تيست تاني وانا في سنك كنت بقوم بالاتنين دول لوحدي انت مش قاعدين تصوون مش قاعدين تصوون قاعدين تاكلوا لك الحريم ايه اللي هيحصل لنا يعني هنبقى زيهم مش بتعشوا الحريم كلتوا كل الاكل انتم احنا تعشينا عشا الحريم هم يتعشون عشا الرجال يعني زي ما تقول كده عملنا عمليه تبادل ثقافي ما بيننا دهشوري يا عيون دهشوري تكفى سمي يا ابن العروسه أنا أبغاك تساعدنا وترجعنا للمهمة الله أعمل لكم إيه؟ روحوا الحفلة بكرة نروح الحفلة بكرة غبي أنت غبي ناسي ما معنى تذاكر والله ما معنى تذاكر بس معنى التيس التيس على في التذاكر دهشوري يا عيون دهشوري تقدر تدبر لنا تذاكر؟ شوف يا حبيبي دهشوري فرو سترايكر السيف مفيش حاجة بتقف قصاده بس نتفق موافق أنا ما عندي أي مشكلة أنا مش عايز غير اسمة ربنا تبي تاكل المخ لحالك ها إلا التيس ده كان فيه يا ده منسوب الله أدري عامل دماغه أنا عايز 100,000 ريال لا خلاص كل المخ لحالك بس يا أخوي وين قسمة ربنا في الموضوع؟ أديك قلتها يا أخوي أنت كل واحد فيكم واخد 100,000 ريال بما إني أخوكم أخد زيكم